برج بيتين أو برج يعقوب موجود هنا منذ وقت طويل ومعروف لأهالي المنطقة، لكن الجديد والغير معروف حتى الآن هذه الاكتشافات الأثرية القريبة من البرج. مجموعة من الخبراء وطلبة الآثار الفلسطينيين واليابانيين عملوا لأشهر في المكان. ما تم اكتشافه عبارة عن دير ومقبرة ونظام مياه كامل وغرف وبئر مياه. أهم المستكشفات هي في الفترة البيزنطية كان عبارة عن أشبه بدير يحتوي على العديد من الغرف، المداخل، أنظمة المياه. في الفترة المملوكية كان الموقع أشبه بقرية صغيرة اللي هي عبارة عن بيتين. تقول الرواية الإسرائيلية إن هذه المنطقة تم بناؤها بين الأعوام 1200 و1950 قبل الميلاد، لكن خبراء الآثار الفلسطينيين والأجانب يؤكدون أن هذه المنطقة تم بناؤها في القرن الرابع أو الخامس الميلادي. أعمال التنقيب هذه نسفت الرواية التوراتية التي تقول إن بيتين تعود للعصر البرونزي المتوسط، وأظهرت أن بناء البرج تم بعد ميلاد المسيح عليه السلام، وأعيد بناؤه في الفترة البيزنطية، وتم استخدامه في الفترة المملوكية، وربما يكون هدم جراء زلزال قوي ضرب المنطقة. الاكتشاف الجديد حسب خبراء الآثار يعيد كتابة تاريخ فلسطين. بعد دخول السلطة الفلسطينية لأول مرة بتمكن الفلسطينيين من كتابة تاريخهم بأيديهم من خلال الدلائل المادية الموجودة في عشرات آلاف المواقع الفلسطينية منتشرة في فلسطين. طبعا هلا احنا بنتبنى الرواية العلمية، وفلسطين مر عليها حضارات كثيرة متعاقبة، كلها هاي جزء من التاريخ الفلسطيني. بيتين تعني بيت الله، والحكاية الشعبية المتوارثة تقول إن سيدنا إبراهيم عليه السلام مر من هنا وأقام خيمة، وحسب الرواية فإن سيدنا يعقوب أقام هنا أيضاً.